كده انا عملت شير للسكرين كده تمام ولا في مشكلة؟ تمام يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا بخير جميعا. عايز برضو يبدأ يشير السكرين، أو أنا آسف، يعمل سيف وريكورد، يعمل ريكورد زي كل سيكشن. خلينا ننوي نية طيبة إن ربنا سبحانه وتعالى يجازينا خير على العلم دوت، وينفعنا بيه وينفع الناس بيه من خلالنا. السكشن دوت ان شاء الله هنتكلم عن موضوع اسمه الشيك لودز اون بايلز، تحقيق احمال الخوازيق. والحقيقه السكشن التوأم بتاع الشيك ستريسز اون ريفت. الفكره كلها ان سيستم القواعد اتغير من قواعد سطحيه اللي هي اللبشه السطحيه لاساسات عميقه نوعها لبشه على خوازيق. فالفكرة كلها بدل ما أنا بقيت بحقق إجهادات التربة، بقيت بحقق أحمال الخوازيق، لأن خلاص ما بقتش التربة اللي شايلة معايا، ده أنا أصلا بنقل الأحمال الخوازيق، وبالتالي أنا بقيت عاوز أحقق الخازوق نفسه. من هنا خلونا قبل ما نبدأ السكشن زي ما احنا متعودين نعرف إيه مكوناته. المكونات تقريبا واحدة، هناخد مقدمة وبعد كده نعرف ازاي نحسب البيئة اللوابل. وبقول لك المرة دي بيئة اللوابل مش كيو اللوابل، لان انا المرة دي بحسب حمل خازوق مش اجهاد. المرة اللي فاتت يا باشمهندس كنا بنحسب كيو اللوابل، المرة دي انا بحسب بيئة اللوابل حمل خازوق. ازاي نحسب البي اكشوال الفعلي بقى؟ طبعا انت فاهم ليه؟ عشان عايزين نقارن الاتنين ببعض، ثم هندخل في المسائل، ثم هقول لك على معلومة اسرائيلية انت مش مطالب بيها بس تبقى عارف. خلونا نبدأ بأول عنوان المقدمة، يعني ايه تحقيق احمال الخوازيق. زي ما انا قلت لك السكشن اللي فات القصة كلها ان انت هتحسب البي اكشوال، انت عاوز البي اكشوال تبقى اقل من او بيساوي البي الاول، ده يضمن لك ان الخازوق بتاعك يبقى سيف، يبقى امن، ويبقى انت كده حققت احمال الخوازيق. وزي ما انا اتفقت معاك السكشن اللي فات قلت لك دي اول خطوه يا باشمهندس من خطوات تصميم القاعده او الاساسات. يعني ايه؟ يعني انا بقول بسم الله كده انا عايز اصمم اساسات، وخدت قرار ان هي لبشه على خوازيق. ببدا ارص الخوازيق بتاعتي بحيث ان انا اصفر الاكسنتريستي او اقللها باكبر قدر ممكن. بعد ما برصها اول خطوه بعملها تحقيق احمال الخوازيق، ثم تاني خطوة بعملها بحسب سمك اللبشة، ثم تالت خطوة بعملها بحسب الحديد. دي خطوات ثابتة يا باشمهندس في تصميم أي قاعدة. أي قاعدة أصلا من كنت بتحسب أول حاجة الكونكريت دايمنشن مساحة القاعدة عن طريق البيرنج كاباستي، ثم بتروح تحسب الدبس اللي هو التي مرة من خلال العزم مومنت، ومرة من خلال الشير، ومرة من خلال البانشينج، وتاخد الكبير. ثم بعد كده كنت بتحسب الاريا ستيل التسليح. نفس الكلام احنا بنعمله هنا، بس اول خطوة دي اللي بتبقى يا اما تحقيق اجهادات التربة يا اما تحقيق احمال الخوازيق. طيب الكلام ده كله يعني مش عايزك تكتبه، لو انت بتكتب اللي انت فاهمه ماشي، اللي ما كتبتش مش مشكلة. انا بس بفهمك ازاي او الخطوة دي موقعها او محلها ايه في الاعراب من ديزاين اوف فاونديشن.
تمام. طيب ادي شكل اللبشه، وادي احمال راسيه، وزي ما انت عارف ان السكشن اللي فات ان في حالات تحميل تانية، ان ممكن الاحمال الراسيه ديت يصاحبها احمال عرضيه في اتجاه اكس اكس، او احمال عرضيه في اتجاه واي واي. ومنه حالات التحميل عبارة عن 3 حاجات: أحمال رأسية، أحمال رأسية وعرضية في اتجاه محور إكس إكس. وقلت لك أول ما أقول لك أحمال في اتجاه إكس إكس يبقى أنت عندك على طول إم واي لاترال. ثم أحمال رأسية وأحمال عرضية في اتجاه محور واي واي، واي واي يبقى على طول عندك إم إكس لاترال. خلي بالك الكلام مكرر، وتقريبا السكشن بتاع النهارده يعني سهل، بس في حاجتين كده اللي هيختلفوا عن السكشن بتاع المره اللي فاتت، واللي هيحتاجوا منك تركيز شويه عشان تفهم. لكن بوجه عام السكشن هو نفس السكشن، كل اللي اتغير ان انا بدل ما بقيت بشيك تربه بقيت بشيك الخوازيق. تمام، تعال ندخل على طول ما نضيعش وقت. ازاي نحسب بقى يا باشمهندس البيئة الأول؟ البيئة الأول دي يا باشمهندس يعني حمل الخازوق الآمن المسموح بيه، حمل الخازوق الآمن المسموح بيه. طب ده انا هحسبه ازاي؟ اقول لك لا، الحقيقة انت اتعلمت اصلا تحسبه ازاي الترم اللي فات في السنة تالتة، ما تكتبش ورايا برضه، مفيش حاجة أنا بقولها تستدعي الكتابة، لو أنا عايزك تكتب حاجة هقولك تكتب. أنت أصلا اتعلمت في سنة تالتة إزاي تحسب حمل الخازوق الآمن المسموح بيه، سواء بقى كان الخازوق ده حمل خازوق احتكاك ولا خازوق ارتكاز، وكنت بتحسب حمل كتير منها طرق المعادلات ومنها الباي لود تيست مثلا أو الكون بنتريشن تيست وهكذا. يعني أقصد إيه؟ انت كنت السنة اللي فاتت بتعرف تحسب الخازوق بتاعك يقدر يشيل حمل رأسي قد ايه، وكنت بتقسم على معامل امان علشان يبقى حمل مسموح بيه امن. يعني مثلا كنت بتحسب بأي طريقة ان الخازوق ده يقدر يشيل مثلا 300 طن، وكنت تروح تقسم ال 300 ديت على 3 عشان تاخد معامل امان تقول ان الخازوق ده يقدر يشيل 100. طيب في الحالة العملية مين اللي دوره يحسب البيئة الأول؟ المهندس اللي عمل تقرير التربة. يعني المهندس اللي عمل التقرير التربة ولقى إن الموضوع بيستدعي إن إحنا نعمل لبش على خوازيق، بيحط في التقرير بتاعه قطر الخازوق وطول الخازوق وقدرة تحمل الخازوق أو حمل الخازوق الآمن المسموح بيه. والمعتاد في تقرير التربة إن الراجل بيديك قطرين للخوازيق، يديك مثلا قطر 50 سنتيمتر مثلا، الحمل الآمن المسموح بيه 60 طن، ويديك قطر 60 سنتيمتر ويكون الحمل الآمن المسموح بيه مثلا 90 طن. وانت كمصمم بتبدأ تحاول تصمم ترص الخوازيق بتاعتك باستخدام الخازوق الصغير لان هو الارخص التكلفة. لو لقيت ان الديزاين مشي وعدد الخوازيق كان كافي، لان المفروض ان ده الخازوق الصغير اللي قدرة تحمله صغيرة، فممكن عدد الخوازيق ما يكفيش. ممكن لما تضرب مثلا، لو اشتغلت، خلي بالك انت لما بتيجي ترص الخوازيق المفروض ان الخازوق جنب الخازوق في مينيمم سبيسنج، في مسافة ما بين الخازوق والخازوق ما ينفعش تقل عنها، اللي هي هسيبك تراجعها بس كانت من 2.5 لـ 3، دي حسب نوع الخازوق، 2.5 لـ 3 قطر الخازوق. فانت المسافة دي ما تقدرش تقللها عن 2.5 لـ 3 دي. فلما نيجي نص عدد الخوازيق، لو دي اللبشة
لما نيجي نص الخوازيق زي ما انا هوريك دلوقتي في الامثله، ما ينفعش الخازوق جنب الخازوق جنب الخازوق، ما ينفعش المسافه تقل عن 2.5 ل 3 دي. فممكن لما استخدم الخازوق الاقل في التكلفه والاقل في القدره اللي هو ال 50 سم، الاقي ان في الاخر الخوازيق دي مش قادره تشيل احمال المبنى، وما اقدرش ازود الخوازيق عن كده لان انا اصلا المسافه ما بينهم اقل ما يمكن، فاضطر انقل واعمل ديزاين بالخوازيق ال 60 سم اللي قدره تحملها 90 طن. فبعدد او بنفس العدد ده بس مع 90 طن الخوازيق تقدر تشيل احمال. طيب كل القصه اللي انا بحكيها لك دي اللي انا قلت لك ما تكتبش فيها حاجه، انت يعني مجرد دردشه، انا بس بديك فكره ان المهندس اللي بيعمل تقرير التربه هو اللي بيديك في تقرير التربه دوت قطر الخازوق بتاعك هيبقى كام، وقصاد كل قطر حمل الخازوق الامن المسموح بيه كام، بحيث ان انت كديزاينر هتبدا تاخد القطر الصغير تبدا بيه وترص الخوازيق. لو لقيت ان عدد الخوازيق اللي انت خلاص وصلت للمينيمم سبيسنج ما بين الخوازيق، لقيت ان انت عدد الخوازيق ده غير كافي وغير امن مش هيقدر يشيل احمال المنشأة العالية، تبدأ تنقل على الخازوق الاكبر والاعلى في التكلفة لكن بيقدر يشيل حمل امن مسموح بيه اكبر. بس ادي قصة يا عم البيئة اللاوبر. طيب انت بقى موقعك هنا فين في الاعراب؟ احنا بنعتبر نفسنا المصممين. يعني ايه؟ يعني احنا النهارده مش جايين نعمل شغلانه مهندس التربه. يعني ايه برضه؟ يعني احنا اللي هنديك البيئه اللي ابو الجفن. يعني كل ده انا عايزك تقول كده. اه بالظبط، كل القصه اللي انا قلتها لك ديت تبقى فاهم بس، لكن اللي انا عاوز اقوله لك ان هيبقى معطف تقرير التربه جيفن لو انت المصمم مش مهندس التربه. وزي ما انا قلت لك اللي بيبقى معطف تقرير التربه ممكن تكتب دي ورايا عادي مفيش مشكلة، خد من تقرير التربة كده سهم أو اكتب ملحوظة يكون معطف تقرير التربة اتنين نموذج للخازوق بقطرين مختلفين وكل قطر له بيئة اللوب المختلفة. لو عاوز بقى تزود برضو معلومة مفيش مشكلة همليك. نبدأ التصميم بالقطر الأقل وفي حالة أن عدد الخوازيق غير كافي يتم الانتقال للقطر الأكبر. آخر حاجة يا باشمهندس في السلايد ديت بفكرك بس إن في حالة الأحمال العرضية الكود بيسمح بزيادة المسموح به برضه بنسبة 33% زي ما إحنا كنا بنعمل السكشن اللي فات أما كنا بنضرب الـ Q Allowable Net في 1.33. تعالى بقى أما نبص إزاي بنحسب الحاجة اللي بعد كده اللي هي الـ B Actual. إزاي بنحسب الـ B Actual أو إزاي نحسب الـ Q Actual بتاعت السكشن اللي فات؟ القصة واحدة هي معادلة النورمال ستريس، والقصة واحدة برضه عندي ثلاث حالات أحمال رأسية ومجموعة الخوازيق منتظمة. هرجع لها الكلمة دي، أو أحمال رأسية وأحمال عرضية في إكس إكس، أو أحمال رأسية وأحمال عرضية في واي واي. فأول حالة يا باشمهندس أنا عندي أحمال رأسية بس ومجموعة الخوازيق منتظمة،
وتاخد لي برضو خط من كلمة منتظمة دي أو سهم وأفكرك بنفس ملحوظة السكشن اللي فات. منتظمة دي يعني إيه؟ تاخد سهم وتكتب محور واحد على الأقل هو محور تماثل. عشان مجموعة الخوازيق تبقى منتظمة لازم محور واحد من الاتنين دول، اللي هو ايه المحورين دول؟ المحورين دول اللي هما بيمروا بسي جي مجموعة الخوازيق. ما انا خلي بالك انا بقولك هنا مجموعة الخوازيق هي اللي منتظمة. يعني ايه؟ يعني انا لسه قايلك من شوية اللي شايل الاحمال الخوازيق مش التربة خالص. يعني ايه برضو؟ يعني بعد اذنك انسى اللبشة دي، انا ماليش دعوة دلوقتي باللبشة خالص. انا عندي مجموعة خوازيق، مجموعة خوازيق شوية دواير، شوية الدواير دي المحور اكس ده ومحور واي ده، دي محاور الخوازيق. يعني ايه برضو محاور الخوازيق؟ يعني اللي هو المنطوق العلمي المحور اللي بيمر بسي جي الخوازيق، بمركز الخوازيق، مركز مجموعة الخوازيق. لو في محور من الاتنين دول اللي هو الاكس والواي محور واحد بس، محور تماثل، يعني اللي فوق زي اللي تحت او اليمين زي الشمال، يبقى اذا مجموعة الخوازيق دي بقت منتظمة. يعني الاي اكس واي، الاي اكس واي بقت بصفر، يعني هنستخدم معادلة النورمال ستريس العادية اللي ما فيهاش ستار. كلام قديم اصلا يا باشمهندس. عارف ايه الجديد؟ الجديد بس في القصة دي ان انا بقول ان ما كان زمان بنقول اللبشة هي اللي منتظمة، بقت بس مجموعة الخوازيق هي اللي منتظمة. طب انت ليه بتقول كده يا باشمهندس؟ انا بقول لك كده بس علشان تبقى فاهم الآتي، ان انا ممكن يبقى عندي اللبشة منتظمة بالشكل ده، وارسم ورايا الرسمة دي، اكتب ملحوظة هامة، اكتب ملحوظة هامة. انا عندي دلوقتي لبشة منتظمة بالشكل ده، دي على فكرة لبشة منتظمة، يعني اصلا السي جي بتاعها في النص بالظبط، ومحور اكس ومحور واي محاور تماثل، والدنيا تمام زي السكشن اللي فات. بس لما اجي اوزع الخوازيق يا باشمهندس اللي هنا ده، لما اجي اوزعها مثلا بالشكل ده، انا طبعا بقى ايه الرسمه هتبقى صعبه شويه، بس انا بقولك يعني ايه ارسم ورايا تقريبا. انا بقول مثلا انا برسم اي رسمه، انت بقى ايه حاول تقلد بما فيه الكفايه. يعني المفروض يعني عندي هنا اربع خوازيق وهنا ثلاثة وهنا اربعة وهنا ثلاثة. انا بقول مثلا هل هنا مجموعة الخوازيق منتظمة؟ يعني تخيل معايا كده يا سيدي، حتى لو احنا رحنا حسبنا فين مكان سي جي الخوازيق ولقيناه برضو تقريبا هنا اهو، تقريبا طلع في النص برضو، وشدنا محور اكس وشدنا محور واي، هل اللي تحت زي اللي فوق؟ ده محور اكس ده تحت هنا اربع خوازيق وفوق هنا ثلاث خوازيق، مفيش تماثل. محور اكس ده مش محور تماثل. طب تعالى كده في محور واي، هل اللي فوق زي اللي تحت؟ لا، برضو برضه اللي فوق مش زي اللي تحت، او انا اسف اليمين مش زي الشمال. بقى محور واي اليمين والشمال، محور واي هل هو محور تماثل؟ هل اليمين زي الشمال بالظبط؟ لا برضه. يعني ايه اللي حصل؟ يعني الملحوظه دي انا عايز اقول لك فيها الاتي، ان قد تكون اللبشه منتظمه. اكتب ورايا، خلي بالك ان اللبشه
ممكن تبقى منتظمة اللبشة نفسها. اللبشة نفسها معاه؟ اللبشة نفسها كانت مربع أصلا أو مستطيل، بس أنا ماليش دعوة باللبشة. أنا أصلا قصتي مش قصة لبشة دلوقتي، أنا قصتي قصة مجموعة الخوازيق نفسها. يبقى خلي بالك إن اللبشة ممكن تكون منتظمة، بس مجموعة الخوازيق نفسها هي اللي غير منتظمة. رصيتي للخوازيق هي اللي خلت الخوازيق مش منتظمة، بس مجموعة الخوازيق نفسها هي اللي غير منتظمة. دي خلي بالك معلومة برضو تفهمك أكتر قصة الديزاين. يعني هو غالبا في الامتحان مش هيجيلك حاجة زي اللي أنا وريتها لك دي. يعني في الامتحان غالبا المسألة اللي بتيجي بتبقى مجموعة الخوازيق منتظمة، مسألة الخوازيق مش مسألة اللبشة. اللبشة اللي على التربة احنا خدنا مثال السكشن اللي فات على اللبشة غير المنتظم. في الامتحان في الغالب طبعا انت مطالب بكله، بس انا بقول لك في الغالب المسألة اللي بتيجي بتبقى اللبشة مجموعة، بس متنخدعش ان غير منتظمة او منتظمة. حد عنده مشكلة في الكلام اللي انا بقوله ده؟ حد عنده اي اسئلة؟ طب حد مش فاهم حاجة؟ اشرحها تاني؟ طب انتوا سامعيني؟ معاك يا باشمهندس. طيب الكلام صعب؟ لا تمام ان شاء الله. طب ان شاء الله. بص بقى الكلام القديم، معادلة النورمال ستريس الاف باي دي كنا بنقول عليها زمان كيو اجهاد. معادلة النورمال ستريس دي بتحسب اجهاد ان على ايه؟ الان اللي اسمها ار فيرتيكال سميناها هنا ار فيرتيكال، الايه اللي هي من مساحة الاريا، بس انا اللي شايل معايا المرة دي خوازيق، الخوازيق عددهم ان ومساحة الخازوق الواحد ايه سمول، وبالتالي المساحة الكلية ان ايه، عدد الخوازيق في مساحة الخازوق الواحد زائد او ناقص الام اكس على الاي اكس في الواي زائد او ناقص الام واي على الاي واي في الاكس. طب الان ايه وعرفناها، طب الاي اكس والاي واي بقى للخوازيق هنحسبهم ازاي؟ قال لك قانون. القانون ده سهل على فكرة. الاي اكس عبارة عن ايه، سميشن واي تربيع، والاي واي عباره عن ايه، سميشن اكس تربيع. المفروض الكلام ده انت اصلا عارفه، عزم القصور الذاتي تكون عارف بيتحسب ازاي. هو المفروض للامانه العلميه يعني ان اي اكس دي عباره عن ايه، سميشن واي تربيع زائد الباي على 4 دي اس الباي على 64 في دي اس 4. مش انت بتحسب لما بتيجي تحسب عزم قصور ذاتي لدايره هيبقى عبارة عن العزم الكسور الذاتي أو الأي إكس هيبقى عبارة عن الباي على 64 في الدي أس 4 زائد المساحة في البعد ده تربيع. بس علشان أقطار الخوازيق بتبقى صغيرة والباي على 64 في الدي أس 4 ديت بيبقى الترم ده صغير فبنهمله، وبنكتفي بإيه، سميشن واي تربيع وإيه، سميشن إكس تربيع. ما علينا ما علينا، دي برضو حته كده دردشه، ايه الاي في سميشن واي تربيع وايه الاي في سميشن اكس تربيع دي. فالمفروض ان الاي ده هي عباره عن ايه، سميشن واي تربيع، والاي اكس دي عباره عن ايه، سميشن اكس تربيع. كل اللي هيعمله ان هو هيضرب المعادله دي كلها في الاي، هيضرب المعادله دي كلها، طرفين المعادله هيضربهم في الاي سمول. فالمعادلة الإجهاد يتحول لحمل، وتبقى المعادلة ار في على ان زائد الام اكس على سميشن واي تربيع في واي زائد الام واي على سميشن اكس تربيع في اكس. المعادلة دي صح لو اشتغلت بيها، والمعادلة دي صح لو اشتغلت بيها، المعادلتين صح. بس الفكرة كلها انك لو اشتغلت بالمعادلة الأولانية هتحسب إجهاد، فلازم عشان تجيب حمل الخازوق ترجع تضرب الاجهاد ده في مساحه الايه، الخازوق.
لو اشتغلت بالمعادلة اللي تحت هتحسب حمل الخازوق على طول. اللي جاي بقى سهل خالص، انا بس بفكرك. ال RV ده محصلة الاحمال الرأسية، MX العزم المؤثر حوالين X نتيجة الإزاحة، يعني MX إكسنتريستي لو تفتكر، علشان دي حالة أحمال رأسية بس. MY ده العزم المؤثر حوالين محور Y نتيجة الإزاحة. الN ده عدد الخوازيق. IX عزم الكسور الذاتي لمجموعة الخوازيق، مش للبشة بقى، انسى اللبشة، قلت عزم القصور الذاتي لمجموعة الخوازيق حوالين محور X. I Y عزم القصور الذاتي لمجموعة الخوازيق حوالين محور Y. قبل ما اسيب السلايد ديت عايز اكتب لك ملحوظة برضه، اخر ملحوظة، اكتب ملحوظة. محور X ومحور Y هي المحاور المارة ب سي جي الخوازيق، او المارة بمركز الخوازيق. يعني ايه؟ يعني انا ماليش دعوة باللبشة. شوف انا قلتها كم مرة، انا بتكلم كل ده على الخوازيق. طيب الحالة التانية بقى، لو انا ظهر معايا احمال عرضية في اتجاه اكس اكس، يعني على طول ظهر ام واي لاترال. المعادلة اللي هي بتاعت النورمال ستريس مش هتتغير، كل اللي هيتغير زي ما احنا عرفنا السكشن اللي فات ان الام اكس بيفضل هو هو الام اكس اكسنتريستي، بس الام واي بيزيد على الام واي اكسنتريستي الام واي لاترال. كلام قديم يا باشمهندس، ونفس التطبيق بالظبط. الحالة الثانية، لو انت عندك الاحمال العرضية ظهرت في اتجاه محور واي واي، يبقى ساعتها بيظهر على طول يا باشمهندس ام اكس لاترال، فيبقى الام اكس عبارة عن ام اكس اكسنتريستي زائد ام اكس لاترال، والام واي زي ما هو بام واي لاترال. كلام قديم. حد عنده مشكلة قبل ما ادخل في المسألة؟ تعالى بقى ندخل على المسألة. المسألة سهلة وتعويض مباشر. الفكرة بس ان في زي ما انا قايل لك من اول السكشن حاجتين جداد تاخد بالك منهم واحنا بنشرح. المسألة بتقول لك ان انا عندي دور ارضي وتسع ادوار متكررة، مبنى خرسانة مسلحة، انشئ على لبشة على خوازيق الخازوق كان قطره نص متر as shown in the figure. لان هو في الامتحان غالبا مسألة اللبشة على الخوازيق لازم يرسم لك المسألة علشان يوضح لك رصة الخوازيق. طبعا واضح من المسألة اللي قدامك ديت حاجتين، ان اللبشة منتظمة، اللبشة نفسها منتظمة، والسي جي بتاعها هنا في النص بالظبط، في النص بالظبط. وواضح برضو ان الخوازيق منتظمة، مجموعة الخوازيق منتظمة، وبرضو السي جي بتاعها بالتالي في النص بالظبط. يعني اللي عايز اقوله لك، احنا خلاص الناس كبرنا وفهمنا ان محور اكس ده ومحور واي ده ينفع للبشة وينفع لمجموعة الخوازيق. يعني النقطة ده اللي هي الصفر وصفر، النقطة اللي في النص دي اللي هي نقطة الصفر وصفر، هي سي جي اللبشة وسي جي مجموعة الخوازيق، مركز اللبشة ومركز مجموعة الخوازيق. حد عنده مشكلة في المعلومة اللي احنا اتفقنا عليها دلوقتي دي؟ عشان نهبني عليها كلام قدام. لا تمام تمام. تعالى بقى نقرا بقية البيانات. خلاص المعتاد بقى اداني منسوب التأسيس سالب 1.5، واضح كده ان مفيش بدروم. الحمل الخازوق الآمن المسموح به ب 70 طن،
اللي بيتجاب من تقرير التربة، سمك العادية 20 سنتي، سمك المسلحة 1 متر، الجاما سويل 1.8، الرفت دايمنشن كان ب13.5 × 10، الجاما سويل دي في المعتاد بتبقى التربة اللي احنا هنحفرها مش تربة الردم اللي احنا هنردمها اللي هو الفل. الفل دايما كثافته 1.6 طن على المتر مكعب. الا بقى يعني الا لو الدكتور قال قيمة غير القيمة دي، بس في المعتاد احنا بناخده 1.6. المرة دي اداك وزن السقف او حمل السقف الواحد 200 طن، وبيقول لك ان هو بيأثر في الربع الاول الرايت توب كوارتر باكس انترستي في اتجاه اكس ب3 واكس انترستي في اتجاه واي ب2. واضح ان استخدام الارض كمحلات، فقال لك اللايف لود كان 500، العزوم الناتجة عن الأحمال العرضية في اتجاه اكس اكس يعني ام واي لاترال ب330، والعزوم الناتجة عن الأحمال العرضية في اتجاه واي واي يعني ام اكس لاترال ب270 طن متر. عايزك تشيك على الباي لود وتوجد الماكسيمم الاوبل فلور. دي الرسمة. تعال ندخل بقى على طول في الشغل. أول حاجة يا باشمهندس، طيب ثانية واحدة بقى لأن هو كده الباوربوينت علق أصلا، الحبر سابه. تمام، أول حاجة يا باشمهندس البروبرتيز أوف أريا، عايزين نحسب خواص المساحة بتاعت الشكل بتاعت إيه؟ مجموعة كنا عاوزين نحسب الـ N وسميشن Y تربيع وسميشن X تربيع. الكلام ده لو انت هتشتغل بالمعادلة بتاعت ايه؟ بتاعت حمل الخازوق مباشرة الـ B بايل. الـ N هتلاقيهم 7 صفوف في 11 عمود، فيبقى 7 × 11 يعني بنتكلم تقريبا في 77 بايل. عد كده الصفوف هتلاقيهم 7 والأعمدة هتلاقيهم 11، يبقى 77 بايل. طب الخطوة الثانية السميشن واي تربيع، أنا ما بحبش أكتبها أي إكس بتساوي دي، بحب أكتبها على طول سميشن واي تربيع بيساوي، بس عايز تكتبها لنفسك للتوضيح مفيش مشكلة. ليه؟ ليه يعني أنا بقول لك الكلام ده؟ لأن زي ما أنا قلت لك من شوية الأي إكس عبارة أصلاً عن إيه؟ في سميشن واي تربيع، وبرضه الاي اكس ده عزم القصور الذاتي بيبقى دايما وحداته بالمتر اس 4، بس انا في المعادله طيرت الاي من المقام وبقت سميشن واي تربيع، فخلاص السميشن واي تربيع دي مش هي عزم القصور الذاتي ولا وحداتها تبقى بالمتر اس 4. فانا كاحمد لما بحب احل المسائل ديت بكتبها سميشن واي تربيع على طول بتساوي، وعشان كده قلت لك برضه انا هحسب ال n وسميشن y تربيع وسميشن x تربيع. طيب سميشن y تربيع دي هتساوي كام؟ لو ده محور x بتاعك، انا عندي دلوقتي 11 خازوق على بعد 1.5 متر وفي زيهم تحت، ومن هنا جت الاتنين في 11، ضرب الكلام ده مرة في 1.5 تربيع اللي هي المسافة ده اهي، وفي صفة كمان الصفة دي والصفة دي، يبقى 2 × 11 × 3 تربيع اللي هي المسافة من هنا لهنا، في آخر صفة كمان فوق وآخر صفة تحت، يبقى زائد برضو 2 × 11 في المسافة الكبيرة ده اهي اللي هي عبارة عن 4.5 تربيع. حد عنده مشكلة في الحسبة دي؟ حسبة سهلة.
نفس الكلام هعمله في الاي واي اللي بقى المره دي سميشن اكس تربيع. هروح لمحور واي، عندي اول عمود يمين المحور، اول عمود شمال المحور، العمود فيه 7 خوازيق، يبقى هاخد 2 في 7 بره عامل مشترك. اول مسافة 1.25 تربيع، ثم تاني مسافة 2.5 تربيع، ثم تالت مسافة 3.75 تربيع. هو التقسيط ثابت، التقسيط الافقي ب1.25، كل المسافات ديت 1.25، والرأسي كله 1.5، لغاية ما اوصل لاخر عمود يمين وشمال اللي التقسيط بتاعه او اللي المسافة اكس بتاعته كانت ب6.25، يبقى 6.25 تربيع. حد عنده مشكلة ازاي نقسم خواص المساحة لمجموعة الخوازيق؟ طيب قبل ما انقل على من السلايد ديت، واضح كده ان السلايد ديت ان هو قال لك ان محصلة الاحمال بتأثر في الربع الاول، يعني هنا يعني العزم الناتج عن الازاحة سواء حوالين محور اكس او حوالين محور واي هيكون بيعمل ضغط على الربع الاول، ومنه الخازوق ده اهو هيبقى عليه الاكشوال ماكسيمم، وفي المقابل في الربع المقابل في الاخر خالص الخازوق ده اهو هيبقى عليه الاكشوال مينيمم، زي بالظبط ما احنا شرحنا السكشن اللي فات في اللبشه السطحيه. تاني خطوة نحسب البيئة اللاوبل، ودي خطوة مفيش أسهل منها. البيئة اللاوبل فيرتيكال بسبعين طن جيفن، والبيئة اللاوبل لاترال بواحد بوينت تلاتة تلاتة في السبعين طن، يعني 93.1 طن، وتعتبر برضه جيفن. أنت بس بتضرب السبعين في 1.33. تعالى بقى ندخل في أول حاجة من الحاجتين اللي انا قلتهم لك عايزين تركيز. ده الجديد بقى يا باشمهندس. ايه الجديد يا عم؟ ده فيرتيكال لود. انت بتقول لي اول حاله فيرتيكال لود، احنا عارفين ان احنا هنحسب ستريننج اكشن اللي هو الار في والام اكس والام واي، وانا لسه حاسب اصلا خواص المساحه، وادخل بقى اعوض في معادله البي بايل واحسب بحمل الخازوق، اقول لك 10 على 10. بس في بقى نقطه جديدة هقول لك عليها في حسابات الستريننج اكشن. ايه هي بقى؟ السكشن اللي فات، السكشن اللي فات كنت قلت لك ان الار فيرتيكال اللي بتبقى جيفن في المسألة بتبقى احمال الاسقف، ما تكتبش وراي حاجة. وكان بيبقى مديك الكيو الاوابل نت بتاع تقرير التربه السكشن اللي فات، وكنت بقول لك ان الكيو الاوابل هي عباره عن كيو الاوابل نت زائد غاما سويل ديبس فاونديشن. بس قلت لك ثانيه واحده، احنا لما رسمنا المساله اكتشفنا ان في لبشة عادية، لبشة مسلحة، شوية ردم، وارضية الارض، دكة الارضية الارض اللي من العادية، واللايف لود اللي على الارض. وقلت لك يا باشمهندس شوية الاوزان ده ايه ما بتبقاش محسوبة في احمال الاسقف. ليه؟ ليه؟ اصل هي بتنزل دغري على نفوخ التربة، فبدل يعني خلاص دي شوية أحمال لازم نبدأ ناخدها في الاعتبار. فعشان ناخدها في الاعتبار قلنا بما إنها نازلة دايركت على نفوخ التربة نقوم طرحينها من إيه؟ من الكيو اللو. ده السكشن اللي فات، مفيش جديد. طب إيه بقى اللي هيعمل، إيه اللي هنعمله في السكشن بتاع النهاردة؟ ما أنت خلي بالك من حاجة،
وزن العادية ووزن المسلحة ووزن الردم ودكة الأرضي واللايف فود اللي على الأرضي، ما كل دي أوزان ما زالت موجودة. والار فيرتيكال دي يا باشمهندس اللي هي أحمال الأسقف برضه هي اللي هتبقى جيفن في المسألة. والمرة دي بدل ما هديك كيو الاوبل نت هديك بي باي الاوبل، حمل الخازوق المسموح بيه، بي باي الاوبل، بي الاوبل. طب ساعتها بقى ده حمل مسموح بيه، مش هقدر اطرح منه زي ما انا كنت بعمل زمان في السكشن اللي فات، كنت بجيب الكيو الاوبل المعادلة الطويلة اطرح منها شوية الاوزان دي. فايه الحل؟ نعمل ايه دلوقتي يا باشمهندس؟ في شوية اوزان عايز اخدها في الاعتبار في التصميم، شوية الاوزان ده ايه؟ كنت زمان بطرحها من الكيو اللوبل، دلوقتي مش هقدر اطرحها من البي اللوبل، احطها فين؟ فقال لك خلاص ما دام احنا مش قادرين نطرحها من حمل الخازوق المسموح به، ما تيجي نضيفها على احمال الاسقف. يعني اقول لك ساعتها ان الار توتال احمال المنشأ الرأسية النهائية هي عبارة عن ار فيرتيكال اللي هي احمال الاسقف زائد احمال العادية والمسلحة واللايف لود، اللي هي شوية الاحمال اللي كانوا عاملين مشكلة السكشن اللي فاتوا بنطرحهم، المرة دي هنجمعهم على ار فيرتيكال عشان احسب الار توتال. حد وقع مني؟ يعني بالبلد يا باشمهندس لا كل اللي انا لا بقوله لك قول قول لي هندسه اللي كان معاك بيسال. معاك تمام. طيب تمام، يعني بالبلد كل اللي انا بقوله لك يا باشمهندس كنا احنا بنطرح الاوزان دهيت من المسموح به. السكشن بتاع النهارده احنا هنجمع الاوزان ديت على الاوزان والاحمال الفعليه اللي هي الستريننج اكشن، نفس الكلام ونفس المعنى مفيش اي مشكله. تعال بقى نشوف الكلام ده في التطبيق. الراجل بيقول لك احمال الاسقف ايه؟ عدد الاسقف كان 10 اسقف وانا مديك حمل السقف الواحد كان 200 طن يبقى 2000 طن. شفت ان انا عندي شوية اوزان مش محسوبة في الاسقف، لازم احسبها انا يدوي. وزن العادية والمسلحة والردم ودكة الارضي واللايف لود. بس خلي بالك انا عاوزهم حمل مركز. يعني ايه؟ يعني مثلا بالنسبة للعادية دي هيبقى كثافة في حجم. كثافة في حجم يعني ايه؟ يعني 2.2 اللي هي كثافة الايه؟ الخرسانة العادية في السمك اللي هو 2 من 10 في المساحة اللي هي مساحة اللبشة العادية. سمك في مساحة حجم، حجم في كثافة يديني حمل مركز. نفس الكلام للخرسانة المسلحة وللردم ودكة الأرضي. فهتلاقي دايما بنضرب الكثافة في سمك في مساحة عشان نحول الكثافة لحمل مركز. يلا بينا نعوض. قالك بقى وزن العادية والمسلحة واللايف لود ممكن انت في الامتحان تكتب W star، مش لازم يعني تكتب الجملة الطويلة دي. زي ما انا قلت لك هيبقى عبارة عن جاما بلان كونكريت، كثافة العادية في الحجم، كثافة المسلحة في الحجم، الحجم ده اللي هو عبارة عن سمك في مساحة، كثافة الردم في الحجم، كثافة العادية في دكة الدور الأرضي في الحجم، ثم اللايف لود. اللايف لود ده بيبقى بوحدات الطن على المتر المربع، فعايز يتضرب في مساحة بس، يبقى زائد اللايف لود في المساحة. لما تعوض تعويض مباشر
خلي بالك هو خد بقى الاريا اللي هي المساحه ده اهي اللي موجوده في كل الترمات، خدها عامل مشترك بره اللي هي مساحه ايه؟ مساحه اللبشه. اللبشه اللي انا وزعت فيها الخوازيق الردم والعاديه والمسلحه واللايف لود والكلام ده، كل ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على مساحه اللبشه كلها. يبقى المساحه بتاعتي هي مساحه اللبشه اللي هي كانت 13 ونص في 10. افتح قوس بقى كبير واضرب كل كثافه في السمك، 2 و2 من 10 في 2 من 10 دي سمك العاديه، زائد 2 ونص في الواحد متر سمك المسلحه، زائد 1.6 من 10 كثافة الردم في 3 من 10 اللي هو سمك الردم، زائد 2.2 من 10 في 15 من 100 اللي هو سمك أرضية الأرضي، زائد نص اللي هو اللايف لود. يبقى إذا زي ما أنا قلت لك بقى الأر توتال الحسبة دي طلعت 573.75 طن. يبقى إذا الأر توتال، اكتب برضو جنب الار دي توتال علشان تبقى متخيل الموضوع، عبارة عن W زائد W ستار احمال الاسقف. دي هسميها لك دايما وانا بشرح احمال العادية والمسلحة واللايف لود. لما تجمع الرقمين دول هيطلع 2000، الرقم ده والرقم ده يطلع 2573.75. هو ده الار فيرتيكال اللي انا عاوز ادخل عوض بيه في المعادلة. ده الجديد في السكشن النهاردة، دي اول معلومة جديدة تعتبر في السكشن بتاع النهاردة، ازاي تحسب الار فيرتيكال. تاني معلومة بقى ازاي احسب الام اكس والام واي. باشمهندس لو سمحت، ايوه معاك اتفضلي. هي ال 15% دي سمك البلاطه؟ اه بالظبط، 15% دي دايما بتبقى سمك ارضيه الارضي اللي هي الخرسانه العاديه. شكرا. احنا برضو يعني انت بتحفظيها يعني ما تبقاش جيفن. تمام شكرا. بقى يا باشمهندس احنا عايزين بقى سلايد فاضيه كده علشان اشرح لك هنحسب ازاي الام اكس. هو ليه في الدبليو في مرتين بلين كونكريت؟ ما هو علشان في خرسانه عاديه اللي هي اللبشه اللي تحت لبشه عاديه، وفي دكه ارضيه الارض دي برضو بتبقى خرسانه عاديه. تمام. هتاخد مره دي بسمكها 2 من 10 وتاخد مره دي بسمك 15 من 100. تمام. بص بقى معايا، احنا المفروض بقى ناس كده يعني، انا الحمد لله اصلا انا مبسوط جدا ان انت دلوقتي واصل معايا ان في فرق ما بين مركز الخوازيق ومركز، خلينا نجيبها على الايه او بلاش، خلينا نجيبها في سلايد فاضي احسن. ماشي، احنا رسمنا ادي اللبشه، قلت لك اول حاجه يا باشمهندس لو دي لبشه منتظمه ففي حاجة اسمها مركز اللبش، ده بتاع السكشن اللي فات اللي هو في النص بالظبط. في المسألة بتاعتنا لما جينا نص الخوازيق شوية صفوف وشوية أعمدة، طبعا الخطوط دي عبارة عن خوازيق، لما جيت رصيت الخوازيق خليني أقول مثلا إن أنا لما جيت أرص الخوازيق لقيت ان مركز مجموعة الخوازيق بيأثر هنا، ده محور اكس وده محور واي. بقول مثلا فكرة ان محور واي جاي ناحية الشمال شوية، ده معناه ان الخوازيق الشمال هنا كانت كتير قوي وكان السبيسنج صغير بس طبعا اكبر من المينيموم، وهنا الخوازيق كانت بعيدة عن بعض، فطبعا المحاور اللي هي محور واي محور اكس يمين ناحية الشمال ناحية الزحمة. فدلوقتي انا اديتك وعرفتك مصطلحين، وحتى كتبت لك ملحوظة من شوية ان قد تكون اللبشة بتاعتك منتظمة
والسي جي بتاعها في النص بالظبط اللي هي النقطه دي، بس الخوازيق نفسها غير منتظمه. وان انا معني بالخوازيق ومعني بمركز الخوازيق، يعني محور اكس ومحور واي ده المار بمركز الخوازيق. يعني ايه؟ يعني ده مركز الخوازيق يا باشمهندس، النقطه ده ايه. في بقى نقطه ثالثه، النقطة الثالثة دي اسمها نقطة تأثير محصلة الأحمال الناتجة عن الأسقف. مش احنا لسه جايبين دلوقتي W وقلنا ان دي أحمال الأسقف؟ مش ال W ديت كانت جيفن في المسألة واديك الـ EX بتاعتها والـ EY بتاعتها؟ أحمال الأسقف ديت ليها إكسنتريستي، يعني ليها نقطة تأثير، ليها مكان. دي النقطة الثالثة. خلينا مثلا نقول ان هي النقطة دي، النقطة الخضر. لو انت فهمت القصة دي انت كده 10 على 10. انت عندك 3 نقط، مركز الخوازيق، وده اللي انت معني بيه مدام اللبشة على خوازيق، ومركز اللبشة نفسها، وعندي مركز الاحمال الناتجة عن الأسقف اللي هي أصلا كانت جيفن في المسألة الإي إكس والإي واي بتاعتها. حد عنده مشكلة؟ تمام. أنا لسه قايل لك بقى دلوقتي يا باشمهندس إن على سبيل المثال، على سبيل المثال كنت مديك إن أحمال الأسقف ب 5000 طن على سبيل المثال. يعني 5000 طن باللون الاخضر اهي، نقطه تاثيرهم هي النقطه دي. وزي ما انا علمتك من شويه احنا بنروح نحسب وزن العاديه والمسلحه واللايف لود ونزودهم على اوزان الاسقف علشان نجيب الار توتال. بس وزن العاديه والمسلحه واللايف لود زي ما انا قلت لك من شويه، حتى علشان نحسبهم كنا بنعمل ايه؟ كنا بنضرب الكثافات في مساحة اللبشة في سمك اللبشة، سواء السمك العادية، سمك المسلحة، سمك الردن، بس دايما كنا بنضرب في مساحة اللبشة. يعني ايه؟ يعني الوزن اللي انت ركزته ده، الكثافة اللي انت ركزتها لحمل مركز ده، نقطة تأثيرها فين يا باشمهندس؟ حد يعرف يرد عليا السؤال ده؟ الحمل المركز الناتج عن ضرب الكثافات في الحجوم هيأثر فين؟ حد لقط الكلام معايا يعرف يرد؟ طيب معلش تاني كده بس. احنا قلنا دلوقتي ال 5000 طن دي احمال الاسقف ونقطه تاثيرها انا بديك اصلا مكانها في الامتحان. نقطه تاثيرها النقطه الخضراء. تمام؟ دي فيها مشكله؟ لا تمام معاك. اللي انا بقوله بقى دلوقتي ان في شويه اوزان احنا قلنا لسه هنحسبها احنا، اللي هي اوزان العاديه والمسلحه واللايف لود، كانت عباره عن كثافه في مساحه اللبشه في السمك. انا بقول لك الحمل المركز اللي احنا حسبناه من شويه اللي هو حمل العاديه والمسلحه واللايف لود، نقطه تاثيره فين؟ في مركز اللبشه. بس الله ينور عليك، انا كنت عايز اسمع الكلمه دي، مركز اللبشه اللي هو النقطه الحمراء ده. يعني ال 500 وشويه اللي احنا حسبناها من شويه نقطه تاثيرهم هنا. يعني ايه يا باشمهندس؟ انت عايز تقول لي ايه؟ انا عايز اقول لك ان اوزان الاسقف اللي هي ال 5000 نقطه تاثيرها اللي هي النقطه الخضراء في الغالب، مش في الغالب، هو على طول بنلاقي ان نقطه تاثيرها بيختلف عن نقطه تاثير وزن العاديه والمسلحه واللايف لود اللي هو بالمناسبه بيبقى مركز اللبشة الأصلية بتاعك. حد واقع مني؟ لا تمام يا باشمهندس، وصلت الحمد لله. طيب الحمد لله. يعني اللي أنا عايز أقوله إن أنا عندي مركزين دلوقتي، نقطتين، نقطة خضراء ونقطة حمراء. النقطة الخضراء دي أنا اللي بديها لك في المسألة، بقول لك إن أنا عندي أوزان الأسقف 5000 طن
بيأثروا عند النقطة رقم أو النقطة الخضراء دي اللي الإي إكس والإي واي بتاعتهم بكذا. أما وزن العادية والمسلحة واللايف لود أنت اللي بتحسبه، وأنت اللي المفروض تبقى عارف إن نقطة تأثير الحمل ده هو مركز اللبش. تعالى بقى نحسب مع بعض الـ MX. عارف هنحسب الـ MX إزاي؟ والـ MX ده عبارة عن إيه؟ الحمل في الـ EY. بس أنا بقى معايا حملين، وبقى معايا قيمتين للـ EY. يبقى أنا عندي الـ W اللي أنا قلت لك الناتج عن أوزان الأسهم في الـ EY زائد W star اللي انا قلت لك دي هتبقى اوزان العاديه والمسلحه واللايف لود في الاي واي ستار. بتضرب كل حمل في الاي واي بتاعته، دي الاي واي وده هي الاي واي ستار. حد عنده مشكله؟ طب لما نحسب الام واي بقى هنعمل ايه؟ هيبقى عبارة عن W في الـ EX زائد الـ W star في الـ EX star، لأن أنا عندي نقطتين، ففي دي هي الـ EX اللي هي النقطة الخضراء والـ EX star اللي هي النقطة دي النقطة الحمراء. حد عنده مشكلة؟ بس مهندس معلش انا عندي سؤال، هو ايه اللي يخلي مركز الاحمال اللي هو ناتج من الاسقف ده ما ينطبقش مع مركز اللبشه تحت؟ اقول لك كلام انا بس. طب قبل ما اجاوب على السؤال، حد عنده مشكله في الكلام اللي انا كاتبه ده؟ احنا خلاص على فكره السكشن كده خلص. هو اصعب حاجه اصلا في السكشن انا قلتها، كل اللي جاي بقى اصلا تعويض مباشر ما فيهوش اي مشاكل. انا دلوقتي بس بنفهم. حد عنده مشكله في الفهم اللي انا قلته دلوقتي غير السؤال بتاع باشمهندسة، ان هو ليه اصلا النقطة دي بعيدة عن النقطة دي؟ طيب نمسح بقى الايه الكلام ده. ايه اللي يخلي بقى مركز اوزان العادية والمسلحة واللايف لود لا ينطبق على مركز احمال الاسقف؟ بمنتهى البساطة أنا ممكن يبقى عندي السقف أو اللبشة بتاعتي المستطيل ده، وكان في هنا بالمناسبة شارع، وهنا في مثلا جار، وهنا جار، وهنا جار. طلعت فوق، لما طلعت فوق بقى في الأدوار المتكررة بدأت أعمل هنا بروزات وبلكونات، وبدأت أعمل تحت مناور. مثلا أنا بقول مثلا كانت الرسمة المعماري كده، وجود البلكونات فوق والمناور تحت هيجبر يا باشمهندسة إن حمل السقف فوق يكون مركزه مترحل شوية فوق هنا مثلا. لكن تحت اللبشة بتاعتي هي زي ما هي، المستطيل ده لا فيها بروز من فوق ولا فيها مناور من تحت، فمركزها لسه في النص بالظبط. فده اللي ان مفيش انطباق ما بين النقطتين. وصلت كده ولا اقولها تاني؟ ايوه تمام شكرا. ده خلي بالكم جميعا، هو ده مجرد مثال، انا بس ضربت مثال من دماغي عشان اوضح لك القصه جايه منين، ان في بروزات هنا وفي مناور تحت. اللي انا عاوز اقوله ان دايما بنلاقي ان نقطه تاثير احمال الاسقف اللي هي النقطه الحمراء دايما بتبقى مش واقعه على نفس نقطه تاثير اوزان اللبشه العاديه والمسلحه واللايف لود. تعالى بقى ندخل نعمل تعويض مباشر في المساله دي. السلايد دي خلاص احنا عرضناها وقلنا بنحسب منها الار فيرتيكال توتال اللي تلعب بالمناسبة 2573.
طب بالمناسبة بقى قبل ما ادخل في الخطوة اللي بعدها تعال نرجع كده للرسمة بتاعتنا. فاكر لما انا جيت على السلايد ديت وقلت لك ان اللبشة منتظمة والسي جي بتاع اللبشة هنا والخوازيق منتظمة، وده خلى برضو ان سي جي الخوازيق برضو في النص بالظبط، وكان مديك ان الحمل التوتال اللي ناتج عن الاسود توب كوارتر. تعال نحسب كده من الرسمة دي الاي اكس والاي واي والاي اكس ستار والاي واي ستار. فين الاي اكس؟ الاي اكس اهي، هو كان مديك اوزان الاسقف كان ب 2000 طن لما ضربنا حمل السقف الواحد في عدد الاسقف، والاي اكس كانت جيفن في المسألة، وده كان دبليو ودي كانت اي اكس. رحنا احنا حسبنا دبليو ستار طلعت ب 500 وشوية. عايز احسب بقى الاي اكس ستار، حد يقدر يقول لي الاي اكس ستار بكام؟ لو ما حدش قادر يرد نقولها بالراحه، بصفر بس كده. ليه بصفر؟ لان مركز اللبشه انطبق اصلا على مركز مجموعه الخوازيق، فالاي اكس ستار بصفر. تعالى ندرس في الاتجاه الثاني، الاي واي بكام؟ الاي واي اهي. طيب والاي واي ستار؟ الاي واي بصفر. الاي واي ستار بصفر ليه؟ لان مركز الخوازيق بالصدفه انطبق على مركز اللبشه بالظبط، فبقت ال 500 وشويه طن اللي حسبناها بتاثر في النص بالظبط، بتاثر بالظبط عند نقطه الصفر والصفر، فما ملهاش ازاحه، ملهاش اكسنتريستي. حد مش فاهم النقطه دي؟ لا تمام واصله. بس تعالى بقى نعوض. ادي ال 2000 وشويه طن، الام اكس عباره عن الحمل في الاي واي، بس احنا هنفصصها. ام اكس اكسنتريستي الناتج عن العاديه والمسلحه واللايف لود اللي هو اكتب ورايا كده او فوق زي ما انا اتفقت معاك، عباره عن دبليو ستار في الاي واي ستار زائد الام اكس الناتج عن الاسقف اللي هو دبليو في الاي واي. ال 500 وشويه في صفر، الاي واي احنا حسبناه دلوقتي طلع بصفر، زائد 2000 في 2 من 10. ال 2 من 10 دي الاي واي جيفن في الايه في راس المساله، يطلع الام اكس ب 400 طن متر. طب الام واي نفس الكلام، ام واي ناتجه عن العاديه والمسلحه واللايف لود زائد ام واي ناتجه عن الاسقف، يبقى 500 وشويه في الاي اكس ستار اللي احنا حسبناها بصفر زائد 2000 في الاي اكس اللي جيفن في المساله تطلع ب 600 طن متر. نعوض بقى في معادله البي بايل مره بالزائد ومره بالناقص علشان نطرح تاثير العزوم عشان نجيب المينيمم. كلام قديم، عوض تعويض مباشر، هتلاقي ان حمل الخازوق الماكسيمم 39.14 من 100 طن، وده اقل من المسموح به اللي هو 70، يبقى سيف. والمينيمم 27.7 من 10 طن، وده برضو اقل من ال 70 طبعا، والمساله برضو سيف. طب اخر معلومه، هل في مشكله لو الرقم ده اللي هو المينيمم طلع بالسالب؟ يعني ايه سالب؟ يعني شد، يعني الخازوق هيشيل شد، الخازوق الحمل الفعلي عليه شد، هل في مشكله ان الخازوق يشيل شد؟ لا مفيش مشكله، الخوازيق بتشيل ضغط وشد على فكره. التربه هي اللي ما بتشيلش شد. في السكشن اللي فات ما كانش ينفع الرقم ده يطلع بالسالب باي حال من الاحوال، لكن الخازوق بيقدر يشيل شد وضغط. الفكره كلها ان لو انت عايز تشيله شد هيبقى برضه ليه بايل الاول في الشد، بي الاول في الشد هتبقى اكيد اقل من 70. البايل هيشيل حلو قوي، بس يجي يشيل في الشد ممكن يشيل اقل من 70، ده يشيل مثلا 40، يعني سالب 40 بقى، يعني يقدر يشيل 40 طن ايه شد. ف
فساعتها تقارن حمل الشد الفعلي عليه بالمسموح به. بس احنا عموما في الديزاين ما بنحبش كده، يعني احنا في الديزاين دايما بنميل ان الخوازيق كلها تبقى شايله ضغط، ما بنشيلش برضو الخوازيق شد. لكن انا بفهمك انه نظريا الخوازيق بتشيل شد عادي، وبتقدر برضو تروح تحسب لها حمل الشد المسموح به برضو عادي. الحالة التانية بقى باشمهندس اللي خلاص بقى فهم الحالة الأولانية، الحالة التانية دي بالنسبة له لعب عيال. كل اللي هيحصل إن الأحمال العرضية في اتجاه إكس إكس، يعني الـ MY ظهر حاجة اسمها MY lateral، يعني الـ MY هتزيد شوية بس. الـ R هي هي، الـ MX هي هي، الـ MY القديمة اللي هي 600 زائد الـ MY lateral اللي هي كانت 330 عوض تاني تعويض مباشر، والمرة دي تقارن ب اللي هي الرقم اللي كان تقريبا 90 وشوية او 93 وشوية اللي هو 1.33 البي اللوبل. اخر حالة او تالتة الفيرتيكال لود واحمال عرضية في اتجاه واي واي، يبقى ظهر ام اكس لاترال، الار زي ما هو، الـ MX بقى 400 زائد MX lateral اللي هو 270 670، والـ MY زي ما هو ما تغيرش، الـ 600 القديمة. عوض تعويض مباشر نجيب الماكسيموم والمينيموم، وهتلاقيه أقل من الـ B allowable lateral. نستنى الأذان ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. ماشي يا باشمهندسين، تعالوا نكمل بقى تاني. حد عنده سؤال قبل ما انقل من السلايد دي؟ لا تمام يا باشمهندس.
المطلوب التاني كان عاوز الماكسيمم اللابل فلور. خلاص زي ما احنا عرفنا السكشن اللي فات الموضوع هو نفس التطبيق بالظبط. كل القصه ان انا هفرض ان الار هيبقى عباره عن ان في وزن السقف الواحد اللي هو ال 200، بس ما انساش ان ده الدبليو ولسه هحسب الدبليو ستار اللي هي بالمناسبه مش هتتغير، ما هي هي. فاول حاجه الويت فلور الان في البي فلور، الان المره دي مجهول في 200 يعني 200 طن او 200 ان. وزن العاديه والمسلحه واللايف لود نفس التعويضه بالظبط، تطلع برضو 593.75 طن. ما هي نفس المساله، المساله ما اتغيرتش، فالدبليو ستار ما اتغيرتش، الدبليو بس اللي هيبقى بدلاله الان عشان اجيب اقصى عدد ادوار مسموح به. يبقى اذا الار توتال اللي هي عباره عن دبليو زائد دبليو ستار هيبقى عباره عن 200 ان زائد 573.75 طن. نروح نجيب اكشن، ادي الار توتال. الام اكس هيبقى عباره عن دبليو في الاي واي زائد دبليو ستار في الاي واي، عزم ناتج عن اللايف لود والعاديه والمسلحه زائد العزم الناتج عن الاسفل. الاي واي ستار احنا قلنا ان هي بصفر خلاص، لان مركز الليبشه انطبق على مركز الخوازيق، زائد 200 ان اللي هو حمل الاسقف مضروب في الاي واي بتاع الاسقف اللي بيبقى جيفن في المساله. 200 ان في 2 من 10 يطلع 40 ان طن متر. الام واي عباره عن عزم الازاحه الناتج عن العاديه والمسلحه واللايف لود زائد عزم الاسقف، يعني دبليو في الاي اكس زائد دبليو ستار في الاي اكس ستار. الاي اكس ستار كنا حاسبينه بصفر، زائد 200 ان مضروبه في الاي اكس اللي كانت جيفن في المساله ب 3 من 10 يطلع 60 ان طن متر. نعوض بقى الار كانت عباره عن الرقم على عدد الخوازيق 77 زائد الام اكس كان ب 40 ان على 693 في الواي. طبعا 4.5 و6 وربع دي اللي هي احداثيات مركز الخازوق. الواي سيكشن اللي فات كنت بقول لك عليهم ايه؟ كنت بقول لك عليهم الاكس والواي في السيكشن اللي فات، كنت بقول لك احداثيات النقطه الحرجه. المره دي الاكس والواي لو انت عاوز تكتبهم في اي حته لنفسك جنب المعادله جنب التعويضه على طول، احداثيات الخازوق الحرج. السكشن اللي فات كانت احداثيات النقطه الحرجه، المره دي احداثيات الخازوق الحرج. انا عايز بس اتفق معاك تحسبها ازاي. المفروض ان حسبتها سهله بس نحسبها مع بعض بسرعه. الاكس اللي هي المسافه من هنا لمركز الخازوق اللي هي تبقى عباره عن 1.25 زائد 1.25 زائد 1.25 زائد 1.25 زائد 1.25، يعني 5 في 1.25 اللي هو 6.25 ده. والواي هتبقى المسافه الرئاسيه دي اللي هي عباره عن 1.5 زائد 1.5 زائد 1.5، يعني 4.5 متر اللي هي المسافه دي. عوضت الكلام ده وسويته بال 70 طن اللي هو الالاو اللي المسموح بيه عشان اجيب اقصى عدد ادوار. هلاقي ان عدد الادوار اقصى عدد ادوار مسموح بيه 19.7، يعني نقربها ل 19 سقف. يعني اذا مسموح ب 19 دور يا باشمهندس. في تشيك ممكن تعمله، بس انت عملت كده وشيكت على البي ماكسيموم، شيك على البي مينيمم نفس المعادلة هتعوض فيها تاني، بس خلاص تشيل الان وتحط 19 دور اللي هو المسموح بيه، وتطرح بدل ما انت هتجيب ان المينيمم ب 45 طن شيل اللي على المتر مربع دي، وبالتالي المسألة سيف.
حد عنده مشكلة لغاية دلوقتي؟ الحالة اللي بعد كده مكررة بقى، خلي بالك انا مش هشرحها، هو برضو عاوز يحسب، خلي بالك هو قالك احسب اقصى عدد ادوار مسموح به وسكت، فده معناه انك لازم تشتغل مرة vertical load ومرة vertical load واتجاهات او احمال في اتجاه x، ومرة vertical load واحمال عرضية في اتجاه y، لازم تشتغل الثلاث حالات، ما تشتغلش حالة معينة الا لو هو حددها لك في راس السؤال. كلام بقى مكرر انا مش هقوله تاني. ام احمال عرضية في اتجاه اكس يعني ظهر ام واي لاترال، نفس الستريننج اكشن بتاعت السايد اللي فاتت بالظبط بدلالة الان، كل اللي هيحصل ان الام واي هيزيد عليها الام واي لاترال اللي هو 330 بقى 60 ان زائد 330، تعوض في معادلة البي ماكسيموم كل اللي زاد برضو عن السايد اللي فاتت زائد 330 ده، وتساوي الكلام ده مش بسبعين بقى، تساوي بثلاثة وتسعين بوينت واحد اللي هي 1.33 في 70، تجيب عدد الأدوار المسموح بيها تلاقيه 26 دور. كرر نفس الكلام في الحالة التالتة، vertical load و lateral load في اتجاه y y، يبقى ظهر m x lateral. الstraining action ال r وال m y هيبقوا زي ما هم، كل اللي هيحصل ان ال m x هتبقى 40 n زائد ال 270 اللي هي ال mx lateral. ادخل في معادلة ال b maximum، كل اللي اختلف ال 270 اللي زادت على ال mx eccentricity، وان انا بساوي الكلام ده ب 93.1، واجيب عدد الادوار هيطلع 26 دور. كده المسألة خلصت. اعتقد ان الموضوع زي ما انا قلت لك سهل، بعد السكشن بتاع المره اللي فاتت المعلومتين الجداد بس، ان انا علمتك ازاي تحسب هنا في الخوازيق الار توتال والام اكس والام واي. المساله ديت احنا مش هنقراها لان هي خلاص القصه سهله، كل الجديد بس في المساله ديت رسمه جديده وبقى في جراج. التعويض هو هو، مفيش اي معلومه جديده. وقبل برضو ما انقل من الرسمه افكرك بحاجه، واضح ان اللبشه نفسها، اللبشه نفسها منتظمه، والسي جي بتاعها في النص بالظبط يعني هنا في قلب اللبشه، واضح ان الخوازيق نفسها منتظمه والسي جي بتاعها برضو في النص بالظبط. يعني ايه؟ يعني انا من دلوقتي بفكرك ان الاي اكس ستار بصفر والاي واي ستار بصفر. حد عنده اعتراض؟ ناقص بقى انا اللي اديك في المساله الاي اكس بكام والاي واي بكام، اللي هي الاحمال الناتجه عن احمال الاسوف. البروبرتيز اوف اريا، اول حاجه عدد الخوازيق، عد الخوازيق هتلاقيهم 11 صف في 11 عمود، يبقى 121 خازوق. الاي اكس سميشن واي تربيع، خلاص بقى بنفس الكيفيه هتلاقي ان الصفه الواحده فيها 11 خازوق، وانا عندي صفه فوق وصفه تحت، يبقى 2 في 11، وافتح قوس 2 تربيع زائد 4 تربيع زائد 6 تربيع زائد 8 تربيع زائد 10 تربيع. بالمناسبه الاي واي هتطلع نفس الحسبه بالظبط لان التقسيط متساوي في الاتجاهين، هتبقى برضو 2 في 11 لان انا عندي العمود ده فيه 11 خازوق والعمود ده فيه 11 خازوق، يبقى عمودين في 11، وافتح قوس 2 تربيع زائد 4 تربيع زائد 6 تربيع زائد 8 تربيع زائد 10 تربيع. لو في مشكلة وقفني وقول لي. المسموح ب vertical 70 lateral 93، نفس الكلام تبك الهندسه. وانا ضارب في 2 بره ليه يا باشمهندس؟ ضارب في 2 ليه؟ انت عندك محور واي مثلا اللي هو المحور ده، المفروض ان انا عندي صف يمين او عمود يمين وعمود شمال،
العمود اليمين ده فيه 11 خازوق والعمود الشمال ده فيه 11 خازوق، العمود ده على بعد 2 والعمود ده على بعد 2. يعني انت المفروض ان انت عندك 22 خازوق تضربهم في 2 تربيع زائد العمود ده هو والعمود ده هو. العمود ده فيه 11 والعمود ده فيه 11 يعني 22 في المسافة دي 4 والمسافة دي 4 يبقى فيه 4 تربيع. معايا؟ واصلة يعني؟ باشمهندس معلش هو ليه الاي اكس بيساوي الواي هنا؟ يعني ليه نفس الحسابات كده بالظبط؟ بالظبط اه، لان التقسيط هو هو كان اتنينات وكل الاعمده وكل الصفوف كان فيها 11 خازوق. يعني هنا لو انا بحسب اي واي يعني على اليمين بيساوي على الشمال 11 خازوق. وانا بحسب الاي واي ايه تاني؟ يعني ازاي اللي على اليمين بيساوي اللي على الشمال بيساوي 11 خازوق وانا بحسب الاي واي؟ لو انا بحسب الاي واي تعالي كده نبص نحسب الاي واي تاني. الاي واي دي عباره عن سميشن اكس تربيع صح؟ صح. يعني نضرب كل خازوق في بعده اللي هو الاكس عن محور واي تربيع. تعالوا كده نبدا باول عمود اللي هو العمود ده. العمود ده 1 2 3 4 لما تعديهم هتلاقي فيه 11 خازوق، كل الخوازيق دي بعدها عن محور واي ب2. بس باشمهندس حضرتك في المساله اللي فاتت قسمتهم تقريبا، ما خدتهمش ال 11 كاملين، او ما خدتش العدد كامل قسمته. لا 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 ما قسمتش، هو كان كنت واخد العدد كامل بس العدد ما كانش في الاي واي. حضرتك قلت سميشن اكس تربيع وقسمتها، يعني خدت 7 بس من اصل 11. لا ثانيه واحده ثانيه واحده نجيب المساله اللي فاتت. المساله اللي فاتت اهي. ايه المشكله في الحسبه دي؟ هو كل اللي اختلف بس هنا ان بقت 2 في 7. ليه؟ العمود ده اهو فيه 7 خوازيق، 1 2 3 4 5 6 7. اه تمام تمام ماشي. وبعد كل خازوق 1.5 بس في 7 يمين و7 شمال، يبقى 2 في 7 في 1.5 تربيع. تمام يا باشمهندس. انا بس هو عبد الرحمن كمان الدنيا وصلت ولا لسه؟ ومشي ولا ايه؟ يا هندسة. طيب معلم. المهم يعني حد عنده سؤال في القصة دي قبل ما انقل منها؟ سهلة يا جماعة ولا فصصها أكتر؟ تمام تمام تمام. طيب المسموح به في حالة الأحمال الرأسية ال 70 طن وأحمال رأسية اللاترال يعني 93.1. الجديد هنا يا باشمهندس إن بقى في بدروم، فالدبليو ستار بقت عبارة عن وزن العادية والمسلحة ومفيش ردم بقى، اللايف لود على طول. فالدبليو 5250 طن، ده جيفن في المسألة. الدبليو ستار هيبقى عبارة عن وزن العادية والمسلحة واللايف لود، لما تحسبه هيبقى عبارة عن ايه؟ المساحة خدها بره عامل مشترك بواحد وعشرين في واحد وعشرين، وهي مساحة اللبشة. خد سهم هنا واكتب الواحد وعشرين في واحد وعشرين دي مساحة اللبشة، ثم كل كثافة في السمكة. كلام مكرر. هتلاقي ان الدبليو ستار بألف وخمسمية طن، يبقى الار توتال الدبليو زائد الدبليو ستار يطلع ب 6775 طن. نجيب الام اكس نفس الكيفيه، ام اكس اكسنتريستي زائد ام اكس ستار او اكسنتريستي ستار، او خلينا زي ما احنا ماشيين ام اكس ناتج عن احمال الاسقف وام اكس ناتج عن العاديه والمسلحه واللايف لود،
يعني W في الـ EY زائد W star في الـ EY star زي ما احنا استنتجنا برضو من الرسمة الـ EY star كانت بصفر زائد 5250 في الـ EY اللي كانت given في المسألة اللي هي بربع والـ MY الـ MY ناتجة عن العادية والمسلحة واللايف لود زائد الـ MY ناتجة عن الأسقف وزن العادية والمسلحة واللايف لود اللي هو 1000 وشوية هتضربه في صفر لأن الـ EX star برضو كانت بصفر زائد 5250 أوزان الأسقف في الـ EX الجيفن في المسألة بـ 3 من 10 يديك الـ MY. تروح تعوض تعويض مباشر في معادلة حمل الخازوق بس المرة دي إحداثيات الخازوق الحرج لما ترجع للمسألة هتلاقيها إن هي 10 و10. حد عنده مشكلة؟ الكلام مكرر، كل اللي اختلف في المسألة ديت إن بقى في بدروم فالدبليو ستار حسبته اختلفت شوية. بقى وزن العادية والمسلحة واللايف لود على طول، ما بقاش في ردم ولا دخل معاك بقى حسبة دكة الأرضية بتاعت الأرض. حد عنده مشكلة؟ طيب هو انا خلاص كده السكشن يعتبر خلص، انا بس عايز ألمح لك حاجة أخيرة. المسألة اللي قدامك ده هي موجودة في الكتاب، لو انت معاك كتاب الأساسات هتلاقي فيها مسألة محلولة شكلها عامل كده. هي طبعا المسألة ديت هي مثال عملي أكتر من إنه مثال امتحان، صعب قوي ان المساله دي تيجي امتحان، بس هي موجوده في كتاب لو انت عاوز تحلها، وارد تيجي في الامتحان الله اعلم. يعني انا بس بقول لك ان في المعتاد المسائل اللي بتيجي في الامتحان بتبقى منتظمه شويه عن كده. دي كده انا بوريك بس عشان اوريك وافرجك على مجموعه خوازيق غير منتظمه. في المساله ديت كان ده محور اكس اللي مرسوم قدامك وده محور واي اللي زي ما انا قلت لك من شويه دي المحاور اللي بتمر بمركز الخوازيق سي جي الخوازيق. كان مركز الاحمال زي ما احنا متعودين بنرسمه باللون الاحمر، كان مركز الاحمال لما حسبناه بالايتابس طلع هنا يمين تحت، ومركز اللبشه كلبشه بقى اللي هو الحدود الخارجية، مركز اللبشة كلبشة اللي هي الحدود الخارجية دي السي جي بتاعها لما حسبناه بالكاد بنرسمه احنا هنا باللون الأخضر لقينا ان هو واقع هنا. يعني ايه؟ يعني المرة دي يا باشمهندس بقت فيه قيمة للإي إكس ستار والإي ستار. بس انا جايب المسألة مخصوص عشان اوريك القصة دي انه اداك وزن المنشأ والاي اكس والاي واي بتاعته واداك وزن العادية والمسلحة واللايف لود والردن واداك الاي اكس بتاعته والاي واي اللي هي احنا كنا مسمينها في الشرح الاي اكس ستار والاي واي ستار والدبليو ستار. فدي اول ملحوظة. العزمة بقى شوفها انت في السلايد. انا بس بفهمك ان مش شرط الاي اكس ستار والاي واي ستار دي دايما يكونوا بصفر. الملحوظة التانية بقى يا باشمهندس بفكرك ان ما دام مجموعة الخوازيق دي غير منتظمة بيظهر اي اكس واي، وما دام ظهر اي اكس واي يبقى انت مضطر تشتغل في المعادلة اللي فيها الستار. المعادلة اللي فيها ام اكس ستار واي اكس ستار الام واي ستار والاي واي ستار لان ظهر معاك اي اكس واي. وبعد اذنك يا باشمهندس اكتب كده ملحوظة لنفسك، اشتغل بمعادلة الاجهاد
مش معادلة حمل الخازوق. مش انا قايل لك في اول السكشن ان معادلة الاجهاد اللي هي الاف بايل عبارة عن ار على ان ايه زائد او ناقص ام اكس ستار على اي اكس ستار في واي زائد او ناقص الام واي ستار على الاي واي ستار في اكس. قلت لك كل اللي حصل في اول السكشن ان احنا ضربنا طرفين المعادلة في ايه، فالاجهاد اتحول لي حمل خازوق. لا ما تعملش بقى هنا كده في المسألة بتاعت الخوازيق غير المنتظمة، عوض في معادلة الإجهاد. ليه؟ لأن خلاص الـ IX بقت IX ستار والـ IY بقت IY ستار والدنيا اختلفت. لما تطلع الإجهاد كرقم في الآخر ابقى اضرب بقى الرقم ده في المساحة عشان تحوله الحمل. بنا السلايد ديت الغرض منها ان انا اوريك شكل الخوازيق غير المنتظمة واقول لك على ملحوظتين المفروض انت كتبتهم وراي. الملحوظة الاولانية ظهرت قيم للـ EX star والـ EY star الملحوظة الثانية اشتغل بمعادلة الاجهاد على الخازوق وليس حمل الخازوق، ثم احسب الاجهاد بالمعادلة ثم اضرب الاجهاد في مساحة الخازوق عشان تحسب حمل الخازوق. المسألة ديت موجودة بالحل بتاعها في الكتاب، بتيجي ما جاتش قبل كده، وارد تيجي الله اعلم ممكن تيجي، بس هي الام اكس ستار كل اللي بيختلف يعني المسألة بتمشيها زي ما احنا عملنا النهاردة بالظبط. كل اللي بيختلف زي ما انت شفت السكشن اللي فات ان انت بقى بتروح تحسب بالقوانين اللي انت حافظها الام اكس ستار والام واي ستار والاي اكس ستار والاي واي ستار، بتحسب الاسترات. حد عنده مشكله او اي تعليق على السلايد دي؟ اخر حاجه المعلومه الاسرائيليه اللي انا قايل لك عليها في اول السكشن دي، اخر حاجه في السكشن او عشان ابقى امين ممكن تبقى الحاجه اللي قبل الاخيره يعني، بس خلاص الكلام اللي جاي ده كله سهل وما فيهوش اي حاجه. المعلومه الاسرائيليه دي لنفسك يا باشمهندس، بس انا عايز اقول لك البند ده موجود في كود الاحمال صفحه 35، بند اسمه تخفيض الاحمال الحيه في الابنيه السكنيه متعدده الطوابق. المفروض يا باشمهندس ان انت لما بتيجي تصمم مبنى سكني بتاخد اللايف لود ب 2.1 طن على المتر مربع ما عدا في الحمامات والمطابخ والسلالم والبلكونات بتاخد الحمل الحي ب 3.1 طن على المتر مربع، لان الاماكن دي بتبقى كريتيكال شويه في التصميم. وحتى احنا كنا في شغلنا السكشن اللي فات قلت لك هناخد متوسط اللي هو الربع. لو الدور الارضي كان سكني كنا بناخد المتوسط اللي هو اللايف لود اللي هنطرحه من الكيو اللاوبر بربع طن على متر مربع. المفروض ان انت لما بيبقى عندك بقى مبنى سكني هيكلي في عدد من الادوار السكنيه، فالمفروض ان انت بتحط هنا الحمل الحي ب 2.1 او بربع، خلينا ايا كان بقى اي قيمه من الثلاثه دول خلينا نقول ربع اللي هو المتوسط، وهنا بناخد ربع وهنا بنحط ربع وهنا بنحط ربع، ربع طن على المتر مربع، واخر سقف كمان في الغالب بنحط ربع. الكود بيقول لك ان انت مش شرط تاخد كل الاسقف دي الحمل الحي عليها بربع، انت ممكن تعمل تخفيض. ليه يا عم عايز تعمل تخفيض؟ ده انت كده هتخفض الاحمال، ده كده ده الكلام ده غلط على الاعمده وعلى القواعد، يعني انت كده هتخفض الاحمال اللي بتاثر على الاعمده والقواعد فالديزاين هيقل. قال لك اصل هو برضه مش منطقي يعني هندسه ان يبقى المنشا كل الادوار السكنيه مليانه لايف لود على اخرها يعني في نفس الوقت. يعني انا افهم مثلا ان الدور ده مسكون مليانين، الدور ده أربع شقق بس اللي مسكونة، الدور ده دورين بس، نرجع الدور ده خمس أدوار مسكونة، وحتى لو الخمس أدوار مسكونة ممكن يبقى دور لسه ما تشطبش ولسه الناس ما يعني
او الناس او الناس مش موجودين، يعني في لايف لود او العرش قليل مش كتير. يعني اقصد القصة كلها ان مش معقول يعني اللايف لود اللي هو الربع او التلاتة من عشرة اللي انت مصمم عليه مش معقول موجود في كل الاسقف يعني. فمن هنا جت وجهة نظر تخفيض الاحمال شوية، بس قالك عشان تخفض فيه شوية شروط لازم تلتزم بيها. اولا ان التخفيض ده يتعامل في الدور السكني بس. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي فيه سقف او دور من الادوار كان دور اداري او مول محلات، فللاسف ما ينفعش تخفض الحمل الحي اللي فيه. ليه؟ قال خلاص بقى، اصل السبب اللي هو اخده في التخفيض ما بقاش موجود. لو انت بتتكلم في دور محلات، لا ده اكيد المحلات كلها مليانه لايف لود فمش هينفع تخفض. فاذا التخفيض ده موجود في الدور السكني بس، بيتعمل في الدور السكني بس. يعني ايه بيتعمل في الدور السكني؟ يعني بدل ما انت تاخد الحمل بتلاتة من عشرة تاخده مثلا باتنين من عشرة، تخفض الحمل. الشرط التاني، لا يسمح بتخفيض الحمل الحي في المبنى ذات خمسة ادوار او اقل. يعني ايه؟ يعني لازم عشان تبدأ تخفض يكون المنشأ بتاعك ست ادوار فاكثر، برج سكني، برج سكني يعني ست ادوار او اكتر تبدأ تخفض بعدها. الشرط التالت، ان ما يكونش المنشأ بتاعك فندقي، الفنادق غير مسموح بيها او فيها بالتخفيض. دول التلات شروط، لو انت عاوز تكتبهم او تعلم عليهم براحتك، انا بس بعرفك ان في بند اسمه تخفيض الاحمال في الكود المصري صفحة 35 في كود الاحمال، شروطه ان التخفيض يتم في الادوار السكنية فقط، ده رقم واحد. رقم اتنين، المنشأ ذات ستة ادوار فاكثر. رقم تلاتة، المنشأ غير فندقي. طيب التخفيض ده بقى اخده قد ايه؟ قول. معلش، هو انا عبد الرحمن، انا اللي سالت على حته الحمل. ايوه عبد الرحمن، يعني معاك تقريبا النت قطع او حاجه، كنا ضاربين في اتنين ليه والكلام ده. من ساعتها والنت قطع وسبحان الله، يعني لسه جاي حالك. ماشي، مفيش مشكله. فهي الاجابه اللي قلتها لك ولا حاجه غيرها؟ ان هو يعني يمين وشمال المحور واي، واي ده وتحت المحور اكس. بالظبط، ان محور واي فيه يمين 11 خازوق وشمال 11 خازوق على نفس البعد، ال11 اللي على اليمين على بعد مثلا 2 وال11 اللي الشمال على بعد 2، يبقى انت عندك 22 خازوق في 2 تربيع. تمام، نفس الكلام بقى على المقاطعة. لا لا ولا يهمك، ده انا قعدت اسال عليك اصلا ومحدش رد، ففهمت ان في مشكله حصلت يعني. والله الجو قلب تراب وهوا وشتا وبتاع، مش عارف يعني. سبحان الله، اول ما سألت النت كان شغال زي الفل قبلها، فممكن العيب فيا بقى. عموما هي السلايدات اللي احنا شرحناها بعدها كانت سهله يعني، ولو انتم مسجلين بسمع الجزء ده تاني خلاص. تمام، شكرا. نعم. التخفيض ده بقى بيتم ازاي يا باشمهندسين؟ هو اللي بيقول لك اهو، اعلى سقف خد الحمل الحي بتاعه بي. بي يعني ايه؟ يعني انت واخد مثلا اللايف لود بربع، يبقى اعلى سقف ده هتاخده ربع، اللي هو السطح، اللي هو السطح السقف ده. السقف اللي بعده، السقف الاول وحتى الرابع، يعني واحد اتنين تلاتة اربعة، كل ده هتاخده برضو بي. يعني كل ده ما ينفعش تخفض فيه. يعني اعلى خمس اسقف هيبقوا بي، بعد كده الاسقف اللي بعدها هي اللي بيتم عمل فيها التخفيض. يعني السقف اللي بعده اللي هو السقف الخامس هيبقى قيمه اللايف لود اللي انت هتحطها 9 من 10 في الربع اللي انت واخدها فوق. السقف اللي بعده هيبقى 8 من 10 في الربع، السقف اللي بعده 7 من 10 في الربع، وهكذا. دي قيم التخفيض. دي بس المعلومه الاسرائيليه اللي انا كنت قايل لكم عليها في اول ايه السكشن. طب انت ليه بتقول لنا المعلومه الاسرائيليه دي يا باشمهندس؟
الحقيقة أنا بقولها لكم علشان هي أوقات بتعنينا في تصميم القواعد. لو لقينا إن في نقطة في السكشن اللي فات النقطة الحرجة كانت أنصيف، أو النهاردة في السكشن بتاع النهاردة إن الخازوق الحرج كان أنصيف، بس أنصيف على حاجة بسيطة قوي. يعني إيه؟ يعني حمل الخازوق المسموح به كان 70 زي ما إحنا كنا بنحل، وبعد ما حلينا وحسبنا حمل الخازوق الفعلي لقينا إن حمل الخازوق الفعلي كان بسبعين بوينت أربعة من عشرة طن. المسألة يا باشمهندس أنصيف على حاجة بسيطة قوي، أربعة من عشرة طن، وما كناش يا باشمهندس تخفيض. فبدل ما أكتب إن المسألة أنصيف بستغل البند دوت وأعمل التخفيض اللي الكود بيسمح لي بيه ما دام أنا موفي الشروط بتاعته، بحيث إن حمل الخازوق يقل واحد أو واحد ونص طن، فالمسألة تسيف، يبقى مثلا 69 فيبقى أقل من 70 فيبقى المسألة سيف. ده شرط موجود في الكود، الكود بيسمح لك بتخفيض الأحمال ما دام الشروط دهيت اتحققت وأنت التزمت بقيم التخفيض اللي موجودة في الجدول. أوقات يا باشمهندس بتفرق في قرارك الخاص بتصميم القواعد. نفس الكلام على فكرة على القواعد السطحية اللبشة. لو الكيو الاوبل ب 20 طن على المتر مربع، وجيت تحسب الكيو اكشوال من السكشن اللي فات لقيتها برضو ب 20 بوينت، يعني اكبر من المسموح به. يعني المساله انصيف، تقلل عدد ادوار، تغير كثافه الطوب، تنقل على اساسات عميقه اصلا. كل الحلول اللي احنا قلنا عليها دي ممكن ما تعملش ولا حل من دول، وتستغل بند الكود ده هو انك تخفض الاحمال بحيث ان الخمسة من مية دي حاجة بسيطة تافهة تبقى 19 مثلا و 8 من عشرة، يعني اقل من 20 تبقى المسألة ايه؟ سيف بند مكانت هي انصيف. يبقى ده بند انا بقولك ما تعتمدش عليه في التصميم خالص، واحنا في التصميم ما بنخفضش خالص، احنا بس بنخفض في حالة واحدة بس، إن كان في قرار مصيري هيخص تصميم القواعد. بس دي معلومة إسرائيلية أنا حبيت أقولها لك ونبهتك وعرفتك إزاي إيه وإمتى تشتغل عليه. أنا كده خلصت يا باشمهندسين، حد عنده أي أسئلة؟ حد فتح المايك وقفل. بس في حاجه بس، واحد زميل اسمه رائد المنشاوي هو كان مبلغنا لحضرتك ان النور قطع عنده، هو كان بيقول ان هو قال لحضرتك. ماشي، هو رائد كل اسبوع النور بيقطع عنده في الوقت ده. ايوه، في قرار اصلا عندهم في البلد ان النور هيقطع الفتره دي من كل اسبوع، مش عارفين بيعملوا حاجه عندهم في البلد او حاجه زي كده. ماشي خلاص، سهل. طيب حد عنده اي اسئله؟ لا لا عفوا، حد عنده اي اسئله في الموضوع بتاع النهارده؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ باشمهندس، هو حضرتك عرفت ازاي ان في فيل او ما فيش فيل في المسالتين يعني اللي شرحته؟ ان في بدروم ولا ما فيش؟ لو ما فيش بدروم هيبقى في فيل، لو في بدروم هيستخدم جراج سيارات، يبقى ما ينفعش يبقى اردم يعني، فاهمه؟ تمام. بس الفيل اللي هو الردم انا بردم ما دام ما فيش بدروم، لو في بدروم ما بردمش. تمام ماشي، شكرا. طيب انا اتمنى ان الدنيا تكون وضحت. هي اصعب حاجتين في السكشن بتوع النهارده حسبة الـ RV والـ MX والـ MY اللي أنا بذلت معاكم فيها مجهود. لو الدنيا مش واضحة راجعوني فيها مفيش مشكلة. آخر حاجة قبل ما أقفل، أنا مش هتكلم في حاجة بس هبلغكم معلومة صغيرة كده. في زميل سألني على إزاي مش عارف أنا عملت كده شير سكرين صح؟ الصورة دي باينة قدامكم؟ هي بتتحمل. طيب
كنت اتسألت ازاي لما تبقى المسألة بتاعت ديب ويل ازاي احدد معادلة الايه التصميم. فانا عملت لكم زي ملخص كده ثلاث صور فيهم الزتونة، يعني زي ما احنا بنقول باللهجة المصري، ان انت تدخل على المسألة لو هي ديب ويل. انا ما عملتش زتونة كده للابار الابرية، بس عملت واحدة للابار العميقة، بس هما شبه بعض. بس خلينا بس ايه، دي مبدئيا الديب ويل كنت عامل لها زتونه كده صغيره، ورقتين ثلاثه ملخص لو انت داخل والمساله بتاعتك ديب ويل ازاي تعرف هتروح على انهي معادله. فهو طبعا مفيش وقت دلوقتي نتكلم فيها، فهو في حل بقى انا ميال لي اكتر، هعمل لكم فيديو مثلا مش هيبقى طويل خالص، يعني هيبقى 5 دقايق ولا حاجه، لان الكلام ده احنا خدناه. انا بس هعرض لك ملخص حلو كده لنفسك في المذاكره ليله الامتحان، زتونه المساله. هعمل لك فيديو ان شاء الله كده 3 4 دقائق 5 دقائق بالكتير، اعرض لك فيه الثلاث صور، وهبعت لكم الصور على الجروب، وهبعت لكم الفيديو هرفعه على الدرايف بحيث ان انتوا تشوفوه يعني وتسمعوه. حد عنده اي مشكله؟ تمام تمام طيب يا شباب، خلاص يلا عشان وقتكم والسكشن اللي بعدي اشوفكم على خير. شكرا يا باشمهندس. لا بس مفيش حاجه، العفو، في رعايه الله جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام.